السويدي رئيسا لدعم مصر بالتزكية. محمد زكي السويدي فاز بائتلاف رئيس ائتلاف دعم مصر بتزكية، ما حدش ترشح قدامه. والنائب محمد زكي السويدي من اكثر النواب الذين يشهد لهم بالكفاءة والاحترام ونظافة اليد، فاحنا بنبارك له وبنقول له ربنا يوفقك، وعايزين اجندة تشريعية تلبي اولويات المجتمع. كل ما ظهر خلال الفترة الماضية من سوءات بيحتاج إلى تدخل تشريعي من أجل الإصلاح التشريعي.